ça change rien pour moi. Donc le مهم هو انه زعما تكون سياسه واضحه وتشكل حكومه، لان دابا من اكتوبر دونك مازال ما كاينش حكومه. محتاجين الحكومه، محتاجين انه تكون اغلبيه اللي منسجمه بين الاحزاب. الساعه 2008 ديجا عندي تجربه، الحكومه كان وزير الخارجيه يعني سعيدين في محله. هذا هو اللي شنو في نظرك غادي يخدم البلاد احسن بن كيران ولا بن كيران؟ لا كنظن بحال ما كاينش، كنظن نفس المنهجيه لا بن كيران ولا الساعه 2008. ما كنظنش غادي يمكن يكون في طريقة التدبير ديالو غادي يكون حسن، باسكو بن كيران شوية كيتسرع. لا اوترومون سي العثماني او طونك مينيستر دي زافير اترونجي كان الله يعمرها سلعة. نفس الحزب، نفس الرؤية، نفس تقريبا نفس الايديولوجيا اللي كتحكم، يعني لا كتحكم بن كيران هو نفس اللي غادي يحكم سعد العثماني. أكثر من هذا أنا حسب ما كنشوف في هذه المواقع ديال التواصل الاجتماعي كاينة واحد الحملة يعني ضد يعني الحزب كاع كحزب. أنا ما كرهتش يبقى بن كيران دائما في الحكومة، لأن أول مرة أنا عمرني ما صوت، أول مرة صوت على بن كيران. كيف تقدر تقولي لنا رئيس الحكومة الجديد سعد الدين العثماني؟ رئيس الحكومة الله ينصره، الله يزيد في أعماله، الله يعاونه. بالنسبه لك شكون احسن، واش بن كيران ولا سعد الدين العثماني؟ بن كيران عثماني جديد. بالنسبه لي انا بعدا ما كاينش شي فرق ما بين بن كيران ولا سعد الدين العثماني، ولكن كنظن من الاحسن يعني ماشي من الاحسن، يعني عندي انا سعد الدين العثماني يمكن احسن من بن كيران، يقدر يعطي شي حاجه احسن. اختي هذاك ما كنعرفوش، ما كنعرفو راسو واحد هو بن كيران هو اللي دا اصوات هو رئيس الحكومه. في نظرك شكون اللي كرئيس حكومه شكون اللي احسن؟ بن كيران اول مره كنسمع به، زعما من ناحية السياسيه اول مره كنسمع به، اول مره مويا بغينا نتشرفوا الا كان نشوفوا عنده شي حاجه جديده ولا كان شي حاجه اللي تقدر تسير البلاد بالقدام. وبالنسبه شنو نقول لك بن كيران، شنو نقول لك، هي ما كاينش شي حاجه اللي هي ملموسه، كتشوف دابا السلبيات اكثر من اللي كتسمع من عند المواطنين اكثر من الايجابيات، هي ما يقولوش كاين شي حاجه ايجابيه يعني بالمعقول، وكل واحد كيدوز المرحله ديالو.